بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. معكم الحكم الجهوي السابق بما سيف الدين، حكم في الرابطة الجهوية لكرة نجم قوس. مباراة يعني كانت مباراة سعودية، كانت من ضمن نجم قوس، كانوا يلعبوا في الملعب بلدي تسقانة. مباراة في الأول احنا رحنا، كان عندنا تست فيزيك قبلها بيومين، دينا تست فيزيك تاعنا في لاريجون، رحنا لبسكرا قمنا تست فيزيك وروحنا. كانوا داروا لنا ديزيناسيون البلدية تسقانة، خرجنا مباراة عادية كما جميع المباريات، ما كان عندنا حتى يعني التأثير ولا كما نقولوا تخمينات المباراة واش راح يصرا فيها ولا. ولكن الحكم يعني الخبرة تاعنا واجدين المباريات مثل هذه. كنا رحنا المباراة انا والحكمين، الحكم الرئيسي ناصري والحكم مساعد بالقيدوم مع محافظ اللقاء من بوعزيز كان رئيس لجنة التحكيم ذلك الوقت. المباراة صارت فيها تقدر تقول الغلطة الاولى اللي كنا درناها هي انه انطلقت المباراة كما نقولوا باقل عدد من رجال الامن، لانه ما كناش دايرين في حسابنا باللي راح تنقلب الامور ولا كانوا راح يصراو مشاكل ولا، دخلنا عادي كاي مباراة. الخطأ الثاني اللي هو بعد نهاية المباراة، كانت شحونات بين اللاعبين كما نقولوا، مباراة سخونة يعني تقدر تقول هو داربي، مباراة تاع طلعة، نقاوس تحوس تربح ونسقانة تحوس تربح في بلادها. كان فريق سقانة هو اللي سجل هدف الأول، وبعده في الشوط الثاني كان فريق نقاوس اللي سجل هدف تعادل. كانت في احتجاجات يعني من طرفين، سواء من فريق نقاوس ولا من فريق سقانة، كان في مشادات يعني مع الحكم الرئيسي مع الحكم ابو سعد. تعرض فيها اللاعب ما ذكرش رقمه، ولكن تحصل على بطاقة حمراء. في البطاقة الحمراء اللاعب المفترض كان يخرج من الملعب نهائيا، وكانت في الدقائق الأخيرة المباراة وما كانش لاعب يعني كان بديل في دكة البدلاء. لما تحصل على البطاقة الحمراء هو ما خرجش من الملعب، يعني كان يتمشى في عقله، والحكم كان صفر لنهاية المباراة. كي صفر نهاية المباراة يعني اللاعب اللي خذا بطاقة حمراء راح ديرك للحكم الرئيسي كما نقولوا، وكي راح نجري انا لصحابي من ثم تما تضربت ولقيت راح يفسد، مع انه فقدنا حاسة الشم من المباراة اللي تكسر فيها الانف تاعي كما نقولوا، ولكن ما تتمناهاش لأي واحد، سواء اللاعبين ولا الحكام ولا مسيرين في لقاء المباريات ولا أي واحد ما تتمناهوش الحاجة هذه. والله بعد الحادثة كان في زعما من ناحية مع العائلة والأمارات هذو، كان القرار تاعي الأول كما نقولوا كنت وقفت عند التحكيم، ولقيت باللي يعني كاين بزاف نقصات في كرة القدم في الجزائر، وكان من أحد الأسباب اللي زادت دفعتني أنه نغادر البلاد. الهواية هذه كما نقولوا راهي محبوبة عند الحكام، اللي يفوت يعني يدخل سلك التحكيم هذا راهو فيس كما نقولوا، مش سالبة تحبسو. النصيحة يعني اللي قدمها للحكام انه ياخذوا الحيطة تاعهم وياخذوا الحذر من جميع النواحي، سواء من الزملاء ولا من الفرق ولا من اي مسير، ولا الواحد يكون يمشي ستريكت ويخدم خدمته ستريكت ويوفقوا ربي ان شاء الله. ومن جهة أخرى نشوف حاجة اللي راهي ناقصة في بلادنا، أنه ما عندناش محكمة رياضية. محكمة رياضية لما تروح مثلا سواء شارع ولا ما على باليش أنا لقطة كي تفوت صراك حادث ولا، ما كانش تخصص في المحكمة كي اللي هي محكمة رياضية إذا صراك مشكل يعني ولا. وليلة محمد رسول الله مش راح نقول لك ثاني. النصيحة يعني الواحد يأخذ الحيطة والحذر، وإذا كان يعني الملعب مؤمن يعني الحكم راح يكون مؤمن، وبالتوفيق للحكام كلهم ان شاء الله.